عاملين ايه النهارده؟ النهارده بقى احنا هنراجع مع بعض الحرف ده واخواته، ماشي؟ يلا بينا. هو الحرف ده فاكرين كان اسمه حرف ايه؟ برافو، اسمه حرف الجيم. يلا نفتكر حرف الجيم كنا بنكتبه ازاي؟ جمل ماشي ما لقاش اكل، لف لف لف، لقى الاكل في بطنه. اسمه حرف ايه؟ جيم جيم جيم. يلا نشوف اصحابه. طيب فاكرين ده كان اسمه ايه؟ جمل. طيب احنا قلنا الجمل بيعيش فين؟ في الصحراء، وكمان معانا صاحبهم ده اسمه ايه؟ جزر. جيم جزر جيم جزر. طب يا ترى مين اللي كان بياكل الجزر؟ الأرنب. طيب صاحبهم ده اسمه جرس. جيم جرس جيم جرس. لما بسمع صوت الجرس بعرف ان في حد واقف على الباب. طيب يلا بقى فكروني اسمه ايه ده؟ حرف ايه؟ حاء. برافو، حاء حاء. حرف الحاء اخو حرف الجيم بس بطنه ما فيهاش نقطه، اسمه حرف ايه؟ حاء حاء. يلا نشوف صحابه. طيب صاحبه ده اسمه ايه؟ حقيبه. حاء حقيبه، حاء حقيبه. طيب هي الحقيبه بقى بنحط فيها ايه؟ بنحط فيها الكتب. اسمه ايه ده؟ حاء حصان. حاء حصان. حاء حصان. الحصان بياكل ايه؟ بياكل الجزر والعشب. طيب وصاحبنا ده الاخير اسمه حوت. حوت. حاء حوت. طبعا الحوت كبير خالص وبيعيش في المحيط. حرف الحاء صاحب دول بس مفيش في بطنه نقطة، حاء حوت من غير نقطة. طيب وصاحبهم ده اسمه حرف الخاء. خاء خاء. ده حرف الخاء اخو حرف الحاء وحرف الجيم بس نقطته على راسه، اسمه حرف ايه؟ خاء خاء. طيب يلا نشوف صحابه بقى. ده اسمه ايه؟ خوخ. اسمه ايه؟ خوخ. الخوخ ده من الفواكه. طيب ده اسمه ايه؟ خروف. خاء خروف. خاء خروف. الخروف ده احنا بناخد منه ايه؟ بناخد منه الصوف وبناخد منه اللحم. وصاحبهم الاخير ده اسمه خيار. خاء خيار. خاء خيار. الخيار ده يا ترى من الفواكه ولا من الخضروات؟ من الخضروات. يلا بينا نرجعهم تاني. جيم جمل في بطنه نقطة، حاء حوت من غير نقطة، خاء خروف على راسه نقطة. شكرا.